مرحبا يعطيكم العافيه وسلامة الجميع، قبل خمس ست اشهر كنت احكي لكم عن كيف تحجز الكروز وعن الاسعار كيف تشوفوها تبعت الكروز لأنه ما كانت الاسعار واضحة، أما الآن في صار تغيرات من 1/7/2024 قررت محكمة في كاليفورنيا إنه أي كروز لاين لازم يحط الفول برايس، أنت كنت زمان تدخل تلاقيها حقها 500 دولار بس توصل على النهاية عند الدفع تلاقي على الواحد وصلت 1500 1600 بزيدوا التاكس والبورت فيز مش عارف ايش هلا لازم تشوف السعر كامل قبل ما تدخل وتعبي وتغلب حالك فالسعر الان اللي حتشوفه which is good يعني زي كيف الطيران بتشوف السعر كامل واضح هذا سعر الغرفة الانترنال للشخص الواحد تكون كلير زمان زي ما حكيت لكم كان يعني guessing من نفس البورت كل سفينة لها بورت فيز تختلف يعني كان الموضوع صراحة مش صح الآن في أمريكا الوضع واضح إن شاء الله في كندا يصير هذا القانون ونصير نشوف الأسعار كلير كت الكروز على الواحد